شمسها أنقذتها من كارثة طاقية مرتقبة. تونس ليست غائبة عن إمكانية التحول إلى الكهرباء البديل، والاستقلال الطاقي كاد يكون حقيقة. استراتيجية ضخمة وقع العمل عليها بصمت، وإنجاز أولى مشاريع محطاتها الفولت ضوئية فجر المفاجأة. القارة العجوز تتخلى عن أسواق روسيا وتضع استثماراتها في تونس وهي مغمضة العينين. عزيزي المشاهد، نحن نسعى لنصلك بالعالم من جميع زوايا، فلا تنسى الاشتراك بالقناة والمرور علينا بآرائك في التعليقات. محطة تونس الفولت ضوئية. تونس تعلن وبعد صمت طويل عن بداية أولى خطواتها العملية في التوجه نحو الطاقات البديلة واستقلالها الطاقي، دخول قوي لمجال الكهرباء الفولت ضوئية بعد بداية إنجازها لمحطة كهرباء بقدرة 100 ميجاوات في ولاية القيروان الواقعة وسط البلاد، وهي واحدة من بين 5 محطات ضخمة أخرى يتم التخطيط لها ضمن استراتيجية لتطوير إنتاج الكهرباء من الطاقات البديلة. ومثلت هذه الخطوة إقراراً بأهمية مواكبة التطورات الدولية واللحاق بجهود الطاقة الخضراء. وهذه المحطة جاءت ضمن الدفعة الأولى من خطط أخرى لإنتاج 500 ميجاوات من هذه الكهرباء المعتمدة على الطاقة الشمسية الفولت ضوئية، التي تقدر كلفتها الجملية بأكثر من 80 مليون دولار. وتدخل هذه الشراكة مجموعة من المؤسسات المالية وكذلك الشركة الإماراتية إيميا باور. ولكن ما هي الطاقة الفولت ضوئية؟ تعتبر الطاقة الفولت ضوئية من أبرز عمادات مجال الصناعة الجديدة، نظراً وأنها تتميز بنظام ذو أداء جيد يرتكز على إنتاج صناعي ضخم للخلايا الفولت ضوئية ذات التكلفة المنخفضة مقارنة بالأنظمة التقليدية. يعود ذلك لاعتمادها على طاقة الإشعاع الشمسية من أجل توليد الكهرباء، ولهذه الطاقة قدرة عالية على تشغيل تطبيقات عديدة وتطوير التكنولوجيا. والأهم من كل ذلك هي قدرتها على توفير مكاسب اقتصادية غير نفطية، كما بالاعتماد عليها يمكن رفع كفاءة استخدام الطاقة وإيقاف التلوث الكربوني في آن، وبالتالي توسع المجال المالي والاستثماري. مجال طاقي يحتضر. بعيدا عن مجال السياسة الذي لا تهدأ أخباره، ظلت تونس غائبة عن مقالات الصحف والإعلام الاقتصادية، ولفترة يمكن أن نصفها بالمطولة لم يذكر هذا البلد العربي في معمعة المشاريع الاقتصادية وثورات الدول الأخرى، في الوقت الذي يتحدث فيه الكل من حولها عن التوجهات الاقتصادية الجديدة وتطوير الصناعات ودخول مجالات الطاقة النظيفة. وإذا بحثت قليلا ستجد الكل يتحدث عن وضعها الطاقي الصعب، ففي السنوات الأخيرة وصل عجز الطاقة إلى أكثر من 55% أمام تضاعف الاستيراد وضعف الإنتاج. وفي مرحلة أخرى وصلت تونس إلى استخدام مخزونها الاستراتيجي من احتياطي المواد النفطية والغازية، زد على ذلك أسعار المحروقات التي فاقمت الأزمة وجعلت من القطاع يعاني اختلالا واضحا عمقته الأزمة العالمية لمجال الطاقة منذ صراع روسيا وأوكرانيا، دون أن ننسى مشكلا جذريا آخر تعاني منه البلاد، ألا وهو ندرة الموارد البترولية وجفاف الأبار، مما بات يحث تونس على المسارعة في التوجه إلى مجال الطاقة البديلة قبل فوات الأوان، حيث تشير آخر الأرقام إلى فارق ما بين الاستهلاك والإنتاج بلغ قرابة 60,000 برميل يوميا يتم تعويضه بالتوريد. وبالرغم من الإعلان عن بعض المشاريع، إلا أن هناك تأخير كبير على مستوى التنفيذ، والسبب وراء ذلك يتلخص في صعوبة الإجراءات الإدارية التي تقتضي فترات طويلة من الزمن لتجهيز هذه الملفات والحصول على الرخص الخاصة بمشاريع الطاقة الجديدة، دون الحديث عن المشاكل الأخرى المتعلقة بمعارضة مشاريع توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية
حتى لا تدخل تونس في خوصصة شركة الكهرباء. في خضم كل هذه الأحداث بات الجزم بأن الدولة التونسية لم تدخل أبداً مجال إنتاج الطاقة المتجددة، أمراً مفروغ منه أكده أكثر تصريح لأحد المسؤولين. قال فيه أن تونس لم تطأ قدمها مراحل التحول الطاقي ما دامت لا تنتج سوى 3% من هذه الطاقات النظيفة، في حين أن 97% يقوم على المحروقات والموارد التقليدية. وبناء على كل هذه المعطيات والأرقام، ظن الغالبية أن تونس لم تلحق لتمتطي ركب الطاقات المتجددة، إلى أن تم دحض كل هذه الاعتقادات في الأيام القليلة الماضية بعد أن جال خبر مشروع تونس لإنشاء محطة فولتا ضوئية. ولكن قبل ذلك دعونا نرى هذه الدولة الشمال أفريقية أين تضع خطاها التي لم نسمع بها في مجال الطاقات المتجددة. خطة 2027 التونسية للطاقة. بالرغم من أن المشاريع الموضوعة لم يتم المضي فيها، إلا أن تونس كانت قد وضعت خطة طاقية شاملة قد تغير وضع البلاد بشكل ملفت في المستقبل. وعملاً على حقيقة علمية ثابتة مفادها أن تونس تتميز بنسبة إشعاع شمسي يصل إلى 300 يوم سنوياً، أي بعملية حسابية بسيطة وبافتراض أن الشمس لا تغيب، فإنها ستكون موجودة في سماء هذا الجزء من المغرب العربي على امتداد 10 أشهر دون غروب. وبالتالي فهي مخولة أكثر من أي بلد آخر من أن تستثمر في مجالات الطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء الفولتا ضوئية بقدرة تصل حتى 500 ميجاوات على مستوى 5 مناطق كبرى من البلاد. وتنطوي هذه المشاريع تحت مراقبة إماراتية، وتحديدا مجمع أمايا باور الذي يعمل على أن يكون مزودا مستقلا للطاقة البديلة، وأخذ على عاتقه 28 مشروعا آخر في نفس المجال، ولكن على أراضي الدولة الأفريقية ومنها تونس، حتى يتم معاضدة الجهود في سبيل تخفيض الانبعاثات الكربونية وحماية البشرية مستقبلا. وبدأت تونس بدورها في تسريع الأمور من أجل تفادي كارثة طاقية مرتقبة، وبدأت بخطوة أولى اعتبرها الخبراء بداية موفقة، وهي مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا، نظراً إلى مزاياه الاقتصادية والفنية التي ستمكنها من تبادلات كهربائية مع إيطاليا لدعم شبكتها وتحقيقها لاستراتيجية وضعت لعام 2030. من أساسيات هذا المشروع إنتاج 35% من كهرباء نظيفة، وخفض الضغط على الطاقات الأولية ب30% والكربون بأكثر من 45%. وانطلقت تونس بصمت في ذلك بخطط استثمارية بقيمة 17 مليار دولار تقتضي النظر في هذا المشروع الذي كان قد أهمل منذ سنوات، وكانت حينها آجاله قد وضعت إلى حدود عام 2027 كجزء من تحقيق الأمن الطاقي للدولة وبلوغ هدف الحياد الكربوني والمضي في الاقتصاد النظيف. هذا المشروع تسعى من خلاله تونس كذلك إلى تنويع مصادر التمتع بالطاقة من خلال مجموعة من الخطوات، من أهمها تحديث المصادر الأحفورية والحث على إيجاد آبار جديدة للغاز والنفط، ولكن بالعمل حسب مواصفات عالية. وهذا ليس سوى جزء بسيط من استراتيجية طاقية أوسع وضعت للوصول إلى استقلال تام في المجال. فإلى جانب موضوع الطاقات الأحفورية تمت مناقشة نقاط تتعلق بالطاقات المتجددة، منها الاستثمارات المتعلقة بالربط الكهربائي مع إيطاليا والانتهاء من إنشاء محطة وادي المالح، والأهم من كل ذلك توفير 50% من الكهرباء، ولكن بالاعتماد الكلي على المصادر البديلة. ويعتبر هذا المشروع قاطرة مشاريع طاقية أخرى، منها خطة أخرى بشراكة بريطانية لإنجاز محطة تزويد كهربائية تعتمد الطاقة الشمسية، قدرت قيمته بأكثر من 1.5 مليار دولار بقدرة إنتاجية تصل إلى 500 ميجاوات،
سيتم توجيهه إلى أسواق أوروبا التي تعاني مشاكل على مستوى هذا المجال بسبب أزمة الغاز التي تواجهها بسبب الصراعات العالمية. ولكي تنقص اعتماداتها على أسواق روسيا، وجهت استثماراتها إلى تونس التي رأت في موقعها وطبيعة طقسها عوامل النجاح، باعتبارها الدولة الأكثر تميزاً في شمال أفريقيا من حيث مستويات الحرارة التي تجعلها قادرة على تزويد القارة العجوز بالكهرباء. وطرحت تونس مشاريع أخرى في نفس المجال تبلغ قدرتها 170 ميجاوات، تصل قيمتها 5 مليارات دينار تونسي، في إطار خطة طاقية شاملة لما بين 2023 و2025. بناء على ما سبق ذكره، فإنه يمكن القول بأن تونس ليست غائبة تماما عن الركب العالمي المتعلق بالكهرباء البديلة والهيدروجين، إلا أنها بقيت تعمل بصمت على تطويع إمكانيتها، وهو ما يجعلها قريبة جدا من مساعيها لتكون منتجا للهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء. وأضافت تونس هذه المشاريع إلى خطط أخرى تعلقت بإنتاج الفوسفات والتعدين والوقود، وكلها تنطوي تحت برنامج الإصلاح الاقتصادي لعام 2022 الذي ظننا أنه بقي حبرا على ورق. والمشاريع التي تم العمل عليها تلعب على استهداف الاستقلال الطاقي والتصدير الخارجي لتكون أحد مزودي أوروبا الرئيسيين. في نهاية المطاف واستنادا على المعطيات السابقة وتحليلات الخبراء، فإن الصورة الطاقية لتونس رسمت لنفسها طريقين. الأول يعتبر واضحا وجليا، وهي نهضتها في المجال بالاعتماد على مميزاتها الجغرافية التي من شأنها أن تلحقها بالدول الكبرى المنطوية تحت المشاريع العملاقة للطاقة البديلة. أما الطريق الثاني والذي اعتبره البعض الآخر توقعات سوداوية بعض الشيء، وهو أن تكون هذه الدولة الصغيرة ولمرة أخرى مزوداً لأوروبا بثروات جديدة على حساب احتياجات شعبها الخاصة.